الله وباسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق للسابع والعشرين من ربيع الثاني لعام 1382 السادس والعشرين من سبتمبر 1962. كان هذا أول بيان للضباط الأحرار مشعلي ثورة 26 من سبتمبر التي قامت ضد الحكم الإمامي السلالي، كان ذلك قبل 55 عاما. أما الآن وبعد مرور قرابة نصف قرن يحتفل اليمنيون بذكرى هذه الثورة وسط متغيرات سياسية وفي ظل مخاوف من أن يعاد البلد إلى عهد ما قبل تلك الثورة. يعود ذلك لعودة أحفاد الإماميين لابتلاع البلد مرة أخرى على ظهر انقلابهم في 21 من سبتمبر 2014 بتحالفهم مع الرئيس المخلوع علي صالح. لم يشعر اليمنيون مثل ما شعروا اليوم بأهمية ثورة 26 من سبتمبر، ولم يلتفوا حولها وحول المقاتلين من أجل تصحيح مسارها الذي انحرف به نظام المخلوع صالح لأكثر من 3 عقود، حينما حول النظام الجمهوري إلى ملكية أسرية تحت شعار الجمهورية السبتمبرية التي قامت للخلاص من نظام الإمامة السلالي الكهنوتي. إذ تحول الاحتفال بهذه الذكرى في الأعوام 3 الأخيرة أي بعد نكسة 21 من سبتمبر من احتفال رمزي روتيني إلى احتفالات مرتبطة بالهوية الجمهورية. ولعل هذا يعود إلى التجربة المريرة التي عاشها اليمنيون مؤخراً على أيدي الإماميين الجدد والذين عملوا على طمس الهوية الجمهورية وسحق أهداف ثورة 26 من سبتمبر. 55 عاماً على ميلاد الحلم الأعظم لليمنيين و3 أعوام على ميلاد الكابوس الأعظم أيضاً المتمثل بانقلاب 21 من سبتمبر. وما بين ميلاد الحلم الجمهوري وميلاد الكابوس الانقلابي يقف أحفاد الجمهوريين في وجه أحفاد الإمامة بكل ما أوتوا من حب للوطن، في أكفهم أعلام الجمهورية وفي فمهم نشيدها ولسان حالهم يقول لن نعود إلا بما عاد به أجدادنا.